مولود متكرر. موضوع مهم جدا الإيجاد المتكرر. وايه اسبابه يا دكتور؟ وهل هي اسباب متعلقه بالاب بالام عفوا ولا بالجنين، ولا هي اسباب فسيولوجيه ولا رعايه صحيه ولا ايه يعني؟ الايجاد المتكرر له اسباب كثيره. وممكن تبقى اسباب في الام او اسباب في الجنين او اسباب في المشيمه. الاسباب في الام ممكن تبقى اسباب عامه. وممكن تبقى اسباب موضعيه في الجهاز التناسلي. الاسباب العامه ممكن يبقى ارتفاع ضغط الدم المزمن، ده يبقى سبب من اسباب الاجهاض. مرض البول السكري غير المنضبط برضه سبب من اسباب العيوب الخلقيه المتكرره والاجهاض المتكرر. امراض الغدد زي قصور الغده الدرقيه، ماشي. اعتلال الوظائف الكلى ممكن. انواع من العدوى، سواء عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية ممكن تبقى متكررة. والأسباب الشائعة أكتر بالنسبة لنا اللي في الجهاز التناسلي للمرأة، الرحم وعنق الرحم. طبعا حاجات ممكن يبقى الرحم فيه حاجز في النص. هو الرحم أصلا بيتكون من جزئين، جزء أيمن وأيسر، ويتحدوا مع بعض يعملوا الرحم. لو حصل التحدي يحصل اتحاد عن بعد شوية يبقى في حاجز في المنتصف. هذا الحاجز بدرجات مختلفة ممكن يسبب من أسباب الإجهاض المتكرر، ممكن يسبب من أسباب الولادة المبكرة، وده سبب مهم. وممكن الحاجز ده يتشال، يتشخص طبعا بالأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب، ويتشخص بالموجات الصوتية، ويتشخص برضه بمنظار البطن، ويتشخص بمنظار الرحم، وممكن يتعمل له عمليه. زمان قبل ما يعملوا المنظار الرحمي كانت عمليه اصلاح الحاج او استئصال الحاجز عمليه صعبه، وممكن تؤدي الى التصاقات في البطن والتصاقات داخل الرحم. فدلوقتي زمان ما كانتش بتتعمل قوي، لكن دلوقتي بعد المنظار الرحمي بيتشال الحاجز الرحمي بسهوله ويجيب نتائج كويسه. طب استاذنك بس معانا تليفون.